تمام. مثل ما بنعرف زملاء، الداء المعوي الالتهابي بيشمل مجموعة من الأمراض على رأسهم: التهاب القولون القرحي وداء كرون. وبشكل أساسي التهاب القولون القرحي بشكل معظم الحالات اللي بتراجعنا بالعيادة وبالمشافي. التهاب القولون القرحي أو الداء المعوي الالتهابي هو مرض التهابي مزمن غير محدد السبب بدقة، بيصيب الأمعاء الدقيقة والغليظة. التهاب القولون القرحي طبعا معروف انه بصيب بشكل رئيسي الكولونات، اما كرون بصيب كامل السبيل الهضمي من الفم الى الشرج. في عندنا تقريبا 10 ل 15% من الحالات غير محدده، بتدخل ضمن عده امراض ممكن اراجع عليها اثناء المحاضره. تمام، بس عذرا على العرض لأنه هي نسخة أونلاين للأوفيس، عم بحاول ما يصير مشاكل. تمام، على إحنا عندنا سنويا بالإحصائيات العالمية تقريبا 10% ألف شخص بينصابوا بالتهاب القولون القرحي. عندنا 30 ل 40 شخص ب100 ألف شخص هن مرضى مصابين بالتهاب القولون القرحي. سنويا بتشخص بأمريكا حوالي 30 ل 40 ألف حالة جديدة. في عنا ذروتين لحدوث المرض. الذروة الأولى هي العقد الثاني من العمر أو الثالث عفوا، يعني سن العشرينات. الذروة الثانية هي الستينات من العمر. المرجع اللي أخذه هذا هون بقول إنه في شوية زيادة بالنسبة للرجال، علما إنه يعني أغلب المراجع بتقول زيادة النساء أكثر شوي، خاصة بالتهاب القولون القرحي. كرون نفس التهاب القولون القرحي، كمان مرض التهابي مزمن مجهول السبب. طبعا تتهم الآلية المناعية بشكل رئيسي، لكن لا يزال مجهول السبب. يصيب كامل السبيل الهضمي. عوامل الخطورة هي متعددة، بنذكر منها الأغذية، المواد الحافظة، بعض الأدوية خاصة الأورال كونتراسبتيف، الأرضاع. هي المعلومة يعني بصراحة غريبة بس وجدتها بالمرجع. في عنا انتانات مختلفة، الحصبة، بعض اللقاحات. بالنسبة للتدخين، هون في عنا عدة نقاط بالنسبة لعلاقة التدخين بالتهاب القولون القرحي. المدخنين السابقين هن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون القرحي، يعني إذا شخص مدخن فهو عنده احتمالية أكثر من غيره ب40% للإصابة بالتهاب القولون القرحي. عكس الفكرة السائدة انه التدخين هو شيء جيد لالتهاب القولون القرحي. لكن اذا المريض كان عنده التهاب قولون قرحي فعال واصيب فيه، فايقاف التدخين هون ممكن يسوي عند المريض فلير او هجمه للمرض. وجدوا انه المرضى اللي استأصلنا لهم زائده 70% منهم بصير عندهم وقايه من التهاب القولون القرحي، يعني نسبه 70% اقل من العموم حدوث التهاب القولون القرحي عندهم. في عوامل جينيه مختلفه، لاحظنا البي 27 مرتبط بالتهاب القولون القرحي بالداء المعوي الالتهابي، خاصة ب داء كرون. بالباثولوجي، بالتشريح المرضي، بالمنظر العياني، طبعا التهاب القولون القرحي بيكون الإصابة خاصة بالموكوزا، أحيانا ممكن توصل للسوب موكوزا. تمام، بنشوف الإصابة بتاخد نمط الكونتينيوس، يعني النمط المستمر، كامل الغشاء المخاطي مصاب، ما في مناطق سليمة بين المناطق المصابة. طبعا هذا بالمجمل، في عندنا استثناءات خاصة المرضى اللي عندهم علاج. الإصابة بتشمل بتبدأ بتمتد من القاصي إلى الداني، يعني بتمتد من المستقيم اللي هو لازم يكون مصاب، يعني ما في التهاب قولون قرحي بدون إصابة مستقيم. في مراجع بتقول نسبة الإصابة المستقيم 95%، لكن يعني بصراحة الشيء المعتمد إنه التهاب القولون القرحي لازم يكون في إصابة مستقيم، والإصابة بتختلف امتدادها حسب امتداد المرض، حسب تصنيف المرض. ممكن يكون مستقيم بس، مستقيم وسين، طرف أيسر من الكولون، أو كولونات كامل. في عنا احيانا شيء بنسميه الايلايتس او التهاب اللفائي الارتجاعي، باك بوش الايلايتس. طبعا هذا ما ضمن الحدثيه المرضيه، يعني الاليه هي
المفرزات او مو مفرزات، محتويات الكولونات اللي بترجع عبر الدسام اللفائي في الاعوري بما تحوي من مدياترز التهابيه وسايتوكاينز وهالقصص هاي، فهي بتؤدي الى حدوث التهاب سطحي بالغشاء المخاطي، ممكن يمتد ل 30 ل 40 سم من نهايه اللفائي، لكن هو ارتجاعي يعني مو بسبب الاليه المرضيه، يعني مو نفس الحديث السيئة المرضيه اللي عم بتصير بالكولونات بتصير بالاليوم. بنشوف عنا طبعا الالتهاب بيشمل الغشاء المخاطي الكامل، بعدين بصير عنا قرحات مختلفة بالمخاطية. هالقرحات ممكن تخلي بيناتها مناطق سليمة، والمخاطية بتحاول يعني تعوض تنمو بشكل أسرع، فبصير على شكل بوليبي، هي اللي بنسميها سودو بوليبس. تمام، بصير بيناتها شقوق سطحية من القرحات المتلاقية المختلفة، وبصير مناطق من المخاطية اللي عم تحاول تعوض تاخذ شكل البوليبات. طبعا هي ما لازم نستأصلها، وما أنا بحاجة إلى البيوبسي، ما بحاجة نخزعها إذا نحن مشخصين التهاب كولون قرحي، إلا إذا بعد فترة بسياق السيرفيلانس. واضح صوت زملاء؟ ايه واضح حكي. تمام. المنظر الميكروسكوبيك بالباثولوجي بنشوف ارتشاحات بالمرحلة الحادة بالمعتدلات، تشمل المخاطية وتحت المخاطية، وخاصة بمنطقة القسم العميق من غدد الليبركون، وبتتجمع هالمنتجات أو هالخلايا المعتدلة ومنتجات الحدثية الالتهابية ضمن الكريبتس، بشكلنا الكريبت أبسيسز يعني بنسميها خراجات الخبيئات. هي طبعا الشيء الواسم بالباثولوجي لالتهاب الكولون القرحي. هاي اللي بنسميها الجلاندز اوف ليبركون، غدد ليبركون او خبيئات ليبركون بالاصح، بتصير حدثيه التهابيه مثل ما حكينا بالمخاطيه وتحت المخاطيه، بتتجمع المعتدلات والقيح المتشكل عن الحدثيه الالتهابيه بشكل عنا هون بنسميه الكريبت ابسيسز. طبعا مثل ما قلنا الحدثيه الالتهابيه هي سطحيه وبكون بشكل منتشر. طبعا بالطور المزمن بصير الارتشاح لمفاوي اكثر ما يكون بالمعتدلات. هاي منظر تشريحي مرضي، بنشوف هون الابسس الكريبت ابسيسز، هون المعتدلات والبقايا ديبريمتس تبعت الحدثيه الالتهابيه. هلا هون هذا منظر مقطع عرضي في او سهمي ساجيتال، يعني بنشوف شلون هون الغشاء المخاطي رايح بشكل كامل، شكل عنا قرحات هون مرتكزة على السب موكوزا، وهون تحت الموسكولاري سب موكوزا العضلية المخاطية. هون مناطق غشاء مخاطي سليمة عم تحاول تجدد بسرعة، فبتاخد شكل بوليبي، وهي عبارة عن مخاطية سليمة، يعني ما أنا أدينو كارسينوما أو عفوا ما هي أدينوما مثل البوليبات العادية. حكينا انه المرض تقسيمه المكاني اذا بدنا جاز التعبير او الناحي، هو بنصنفه حسب امتداد الحدثيه الالتهابيه. طبعا هذا له دور في عده نواحي، منها نوعيه العلاج وامتى بنبلش بالسيرفيلانس يعني بالتحري عن الديسبليجيا والادنوكارسينوما بالكولونات. في عنا سيجمودايتس التهاب المستقيم المعزول، ممكن نشوفه فقط ويعني شائع ما انه شيء نادر. ممكن يكون عنا عفوا بروكتايتس، هون عفوا انا اخطات، ممكن يكون عنا بروكتوسيجموتايتس. بروكتوسيجموتايتس هو التهاب المستقيم والسين، او ممكن يكون عنا ليفت سايد كولايتس، يعني التهاب الطرف الايسر من الكورونات. هذا كلاته لما بنعمل سيرفيلانس بعد فترة من الزمن، ما بدنا احنا بحاجة إلى نبلش بشكل باكر بالتحري عن تطور الأدينوكارسينوما أو الديسبليجيا كمرحلة أولى، بعدين الأدينوكارسينوما اللي بنشوفها كاختلاط متأخر لالتهاب الكولون القرحي أو حتى لدى الكرون. في عنا البانكولايتس، هو بيجي بشكل سريري أشد، و بتشمل الحدثية المرضية كامل الكولونات.
وهون ممكن يصير عندنا ارتجاع للميدياترز الالتهابية السيتوكاينز عبر الدسام اللفائي في الأعوري، بتشكلنا أو بتسببنا شيء بنسميه باك ووش إلياتيس، التهاب اللفائي في الارتجاعي. عفوا، عندنا كتقسيم مرضي ممكن نقسم المرض أو سريري لمايلد مودريت سيفير مستمر حسب الموجودات اللي بنشوفها بالتنظير. ممكن نشوف فقط حمامة بسيطة مع تحبب بسيط، هذا عادة بكون الأعراض بسيطة ونسميه مايلد ديزيز. بالداء المتوسط تكون الحمامة أشد والتحببات تكون أخذ شكل أخشن، وممكن نشوف نازف على التماس البسيط مع المنظار، يعني نسميها المخاطية التي تبكي كما يقال، مجرد ما يلمس المنظار بصير تبكي. وبهالمرحلة كمان بكون القرحات لسه ما تشكلت. بالمرحلة السيفير بكون عندنا نزف عفوي، مريض بيجينا هو أصلا عم بشكي من نزف، بكون المخاطية متوازمة أكثر ما تكون حمامية. ونشوف القرحات اللي بتاخذ شكل الأزرار أو أزرار اليقظة، كولر باتون ألسرز، قرحات مختلفة ممكن تاخذ أشكال مختلفة ما لها شكل محدد. بالمراحل المتقدمة أكثر زمنية من المرض بصير مثل ما حكينا بالباثولوجي، بصير المخاطية السليمة أو الناجية المانا متقرحة بصير فيها يعني محاولة إعادة ريجنريشن، تشكل ما يسمى بالبوليبات الكاذبة، وبصير بشكل عام ضمور بالمخاطية وضمور بكامل الكولونات، وبتختلف أقطار الكولونات، بصير قطره أقل وبتروح القبيبات أو الهاستريشن من الكولونات. طبعا في عنا سريريا الشكل الفولمينانت أو التوكسيك ميجا كولون، بكون هون الحدثية المرضية الشديدة تشمل كامل الكولونات وبكون الكولونات متوسعة بشدة، رح نحكي عنها لاحقا بالسريريات. مثل ما قلنا معظم المرضى بكون عندهم المرض اخذ شكل سريري بسيط، بكون بشكل خفيف، اعراض خفيفه، تشمل بشكل اساسي المستقيم 40% من الحالات، ممكن تمتد لللفت سايد. هون الاعراض ما بتكون بهالشده الكبيره، بنشوف خروج إلحاح عادة شائع جدا، الإلحاح أو الزحير بإصابة المستقيم، في عدد مرات الخروج خروج الدم، خروج المخاط تكون مانا كثير كبيرة. ممكن هذا الشكل يتطور للشكل الأشد اللي هو البانكولايتس ب 10% من الحالات. الشكل الأندر وللأسف هو الأشد، البانكولايتس التهاب الكولون كامل، تكون الأعراض شديدة، تكون الأعراض الجهازية كمان مرافقة للأعراض الهضمية، وعندنا مريض عنده تعب، حرارة، قهم، نقص وزن. كمان في عندنا الشكل المزمن، هون بصير الألم البطني المزمن خاصة بدأ كرون بسبب لتغير تشريح الكولون، بصير الكولون بيشبه أنبوب الرصاص. البريستاليسيس يعني الحركات التمعوجية أو الحوية كما تسمى ما بتتغير، هذا هون بكون الألم البطني هو العنصر المسيطر. والشكل الشديد بيجي بحالة سمية جدا، توكسيك ميجا كولون، المريض بيجينا بحالة سمية، مصدوم، حرارة شديدة، ألم بطني، تطبل شديد، تسرع بالنبض، هبوط الضغط، ارتجفاف بالمخبريات، تكون ارتفاع شديد بالكريات البيض وارتفاع بالمشارات الالتهابية، بصورة البطن البسيطة أو بالسي تي، الكولون المعترض يكون عادة أكثر من 6 سنتي أو الأعور بيكون أكثر من 10 سنتي. ممكن في حال الانسقاب نشوف هواء حر في جوف البطن. من الشائع وجود تظاهرات خارج الأمعاء في الداء المعوي الالتهابي بنوعي كرون أو القرحي.
من أشعة عندنا تظاهرات مفصلية، ممكن يكون أكسيال أو بيريفيرال، يعني في عندنا تظاهرات محيطية أو مركزية. ممكن أشوف الإصابات المحيطية لأي مفصل سواء كبير أو صغير. أشعة هو الركبة، الكاحل، كتف، عادة ترتبط بشدة المرض. هاي الإصابة المفصلية المحيطية ترتبط عادة بشدة المرض. عندنا ما يشبه الانكلوزنج سبوندلايتس، يعني هو بالمراجع الهضمية ما بتسمى انكلوزنج سبوندلايتس، بتسمى انتروباثي اي بي دي اسوسييتد ارثروباسي، يعني تلال المفاصل المرتبط بالداء المعوي الالتهابي. هذا عادة ما بكون مرتبط بشدة المرض، وبيشبه سريريا التهاب الفقار المقصد، وفي ترابط مع الهالة بي 27، وممكن حتى أنه يتظاهر قبل بدء التهاب أو الداء المعوي الالتهابي. تظاهرات الجلدية أشهرها الحمامة العاقدة، شائعة بنشوفها تقريبا 10 ل 15% من الحالات، بتعرفوها كلها. عندنا التظاهر النادر كثير اللي ما بنشوفه إلا ما ندر، أنا ما بتذكر شفته أكثر من مرتين أو ثلاثة، البيوديرما جانجريوزم أو شو كانت بالعربي، هذا بيساعدنا بالترجمة، بيوديرما جانجريوزم. التهاب الجلد المواتي تمام، التهاب الجلد المواتي هو بيكون في تنخر واسع بالجلد، بيكون عادة في مقدم الساق ونادرا جدا حول الفم. كمان بتعلق بشدة المرض. في عنا التظاهرات العينية كمان موجودة ومنشوفها. في عنا التظاهرات الكبدية، عدة تظاهرات كبدية منشوفها في الداء المعوي الالتهابي، أشهرها هو البرايمري سكليروزنج كولانجيتيس، التهاب الطرق الصفراوية المصلب البدئي. شوفوا تقريبا حسب المرض كان كرون أو قرحي بين 4 ل 8%، طبعا بالقرحي بشكل أساسي، كرون 1 ل 4%، 4 ل 8% بالقرحي. عادة بنشوفه بالرجال الأعمار الصغيرة، في له بعض الزمر النسيجية. طبعا 70% من حالات البي اس سي البرايمري سكلروزنج كولانجيتيس هي بتترافق مع الداء المعوي الالتهابي، يعني بيجي معزول لحاله تقريبا ب 20 ل 30% من الحالات، اما بمعظم حالاته بيجي مترافق مع الداء المعوي الالتهابي. التظاهرات السريريه للبي اس سي هي تظاهرات الركود الصفراويه لاي مرض صفراوي، يعني المريض عنده يرقان، حكه، تبدل بلون البول والبراز، بترقى تدريجيا نحو مرض كبدي مزمن، ممكن يوصل لمرحلة التشمع، أو غالبا بيوصل لمرحلة التشمع إذا ما صار هجوع. للأسف ما كثير بيهجع على بالعلاج لالتهاب الكولون القرحي إذا صار. طبعا وجود البي اس سي هو بيزيد نسبة الأدنوكارسينوما بالكولونات 5 أضعاف عن المريض الاي بي دي اللي ما عنده بي اس سي. يعني مريض الاي بي دي العادي في عنده زياده ريسك في تطور ادينوكارسينوما بالكولونات، لكن اذا كان عنده البي اس سي فالنسبه بتتضاعف 5 اضعاف. هاي مختصر التظاهرات خارج الكبديه. في عنا اذا بلشنا بالعين، في عنا اليوفيايتس التهاب الملتحمه، الابسكلرايتس بالفم، في عندنا القرحات، الأنفس ألسر، القرح القلاع العادي، تظاهرات كبدية. طبعا في تظاهرات مختلفة، يعني نحن حكينا على البي اس سي، لكن ممكن يكون ارتفاع خمايا كبدية معزولة أو تشحم كبدي أو الفصيات المرارية، هيك كلها بتتوافق مع الاي بي دي. كمان في تظاهرات كلوية، ممكن نشوف الحصيات مين بإنها من نوع شو، هذا سؤال امتحان، شو هي الحصيات اللي بتنشاف، حصيات الكلية بالداء المعوي الالتهابي بشكل رئيسي. طيب بالامتحان نسأله
المفصلية مثل ما قلنا في إصابات محيطية وإصابات مركزية مثل إصابات الركبة، الكاحل، المعصم، الكتف، المرفق، أو ما يشبه التهاب الفقار المقصد. الجلدية في عندنا الحمامة العاقدة والتهاب الجلد المواتي النخعي. تمام، هاي حمامة عاقدة، هون هذا التهاب جلد مواتي نخري اللي بعتقد ما حتشوفه. التشخيص أول شغلة لازم ننفي الأسباب الثانية اللي بتعمل أعراض مشابهة. تمام، على رأسها الأسباب الإنتانية، نطلب فحص براز عادي، تعداد الكريات البيض المتحرر عن الأسباب الإنتانية مختلفة للإسهال، ممكن نطلب فحص براز، تحري البيوض والطفيليات. في يعني عندنا مثل أمراض، شو عندنا يعني أمراض إنتانية ممكن تقلد التهاب الكلى القرنية، تاخذ سير ممكن يطول الأسابيع لأشهر. عندنا التهابات بالكامبيلوباكتر أو السلمونيلا، طبعا هالشيء ما عدنا نشوفه حاليا، هذا سابقا. أو شيء قلنا الإنتان بالمتصلية الصعبة، الإنسان بالمتصلية الصعبة ممكن يترافق مع اليو سي او الكرون ديزيز، التهاب كرون القرحي او كرون، ويسبب فلير. نحن عاده بالفليرز او في عدم في حال عدم الاستجابه بعد ما شخصنا التهاب كرون القرحي لازم نطلب التوكسينز تبعيه السي ديفيسيل. الشيء الاساسي اللي بنعتمد عليه بالتنظير بالتشخيص طبعا غير القصه السريريه ونفي الاسباب الاخرى هو التنظير، تنظير المستقيم او تنظير الكولونات الكامل. الموجودات حكينا عنها ممكن الإصابة عادة باليو سي مستمرة، حكينا عن الموجودات العيانية والموجودات المجهرية. طبعا حتى نشخص يو سي بدنا ننفي داء كرون، داء كرون مثل ما حكينا بكون في عندنا الآفات غير مستمرة سكيب ليجنز، هلا رح نحكي عليها يعني ممكن نشوف الفروق بيناتهم إن شاء الله. بتشخيص داء كرون طبعا اذا كان في الكولونات نحن بالتنظير عاده نوصل له. داء كرون في السبيل الهضمي العلوي يعني بالمريء او بالمعده او بالديودينوم او بذات الجيوجينوم ممكن نوصل له بالمنظار العادي، وهو نادر جدا يعني ما مرت علينا حالات نادره جدا انه يكون داء كرون في المعده او المريء او الديودينوم او الجيوجينوم. لكن داء كرون الموجود في بالقسم البعيد من الجيوجينوم او بالاليوم عاده التشخيص صعب، الا طبعا القسم الموجود بالتيرمينال اليوم نهايه اللفائي، في هذا بنوصل له عاده بالمنظار العادي وتشخيصه سهل. طبعا المكان المنتخب لاصابه داء كرون هو التيرمينال اليوم نهايه اللفائي، 50% من الحالات تكون الاصابه موجوده بنهايه اللفائي بشكل معزول، ممكن تترافق مع اصابات في الكولون او في مكان اخر من الامعاء، لكن الاصابات بداء كرون في مناطق بعيده عن المناظير التقليديه يعني عن منظار المعده او عن منظار الكولون. هون سابقا كان مثلا صور متعدده للامعاء، لكن هي بصراحه حساسيتها ونوعيتها كثير منخفضه، والتقييم المخبري كمان حساسيته ونوعيته كثير منخفضه. فحاليا في تنظير الامعاء الكامل نسميه دبل لومين بالون، البالون مزدوج اللمعة، طبعا له تقنية خاصة معنا متوفر، وبياكل تنظير أو بياخد ساعات متعددة وقليل المراكز التحويل، لكن متوفر بإمكانه ينظر كامل الأمعاء. بيتنظر عادة قسم من فوق لأبعد نقطة بنوصل لها، وبنعمل تاتوينج أو وش من المنطقة اللي وصلنا لها بالميثيلين بلو مثلا، وبنرجع بننظر كولونات من تحت وبندخل بالترمينال اليوم لنحاول نوصل لنفس النقطة اللي وصلنا لها. او كان يستخدم الكابسول اندوسكوبي، بس الكابسول اندوسكوبي ما بتأمنها خزع، اما الانتيروسكوبي او تنظير الامعاء الكامل بيأمن اخذ خزع. طبعا الفولو ثرو او الصور المتعددة للامعاء والكولونات بتعطي بعض الموجودات، لكن صراحة الاعتماد عليها قليل كثير، حساسيتها ونوعيتها ما كتير عالية، وبالمراحل أو بالهجمات كمان هي مضادة اضطراب. لكن يعني للذكر بنشوف عادة تحببات بسيطة بالغشاء المخاطي للكولونات،
ممكن نشوف هنا القرحات السطحية اللي بتاخذ شكل أزرار اليائقة، أو القولون كلياته هون لاحظنا أنه صار ضيق وقصير نتيجة الالتهاب، بصير مثل أنبوب الرصاص مثل ما بسموه، بتغيب الهاوستريشنز أو يعني شو كان نسميها القبيبات، بتغيب القبيبات تبعت الكولونات، بصير الكولون أقصر وأضيق، لكن مثل ما أنه عادة ما عاد يعتمد عليه بالتشخيص. تنظير المستقيم أو تنظير الكولونات الكامل بيخلينا طبعا بعد التحضير للكولونات بنشوف بشكل عياني، بنشوف الموجودات اللي بتتماشى مع الحالة السريرية، بنقدر ناخذ خزعة ونرسلها للباثولوجي. هون شايفين المخاطية السليمة، بنشوف الأوعية بشكل واضح بالكولونات، النموذج أو شكل الكولونات حسب المنطق الكولون الهاوستريشن القبيبات تكون موجودة بشكل واضح. أما بحالة التهاب كولون قرحي بيكون عندنا هايبرينيا أو يعني بنسميه فرط تبييض شديد، ريثيما أو حمامة. هلا هي الصورة ما أنا واضحة بصراحة، لكن في ضياع بالغشاء المخاطي مختلف، في قرحات متفرقة، في نزوف سطحية، هون في ضياعات أو قرحات أخذ أشكال مختلفة، أشكال جغرافية باللمعة. تمام، في لاحظ مثلا بين المخاطية في مناطق متقرحة ضايعة في رايح فيها الغشاء المخاطي، ممكن يكون هذا سودو بوليب. هذا سلايد اجى متأخر، كان لازم يكون أبكر من هيك. بالإتيولوجي أي مرض عادة، وفي يكون عدة عوامل، معظم الأمراض المزمنة المجهولة السبب يكون في لها عدة عوامل، ما في عامل واحد مسبب. يكون في عادة تأهب جيني، نحن لاحظنا موجود 10 ل 15% تأهب جيني عند مرضى الاي بي دي. العوامل البيئية المختلفة من أغذية وإنتانات ولقاحات وما هنالك، بالإضافة للعنصر الالتهابي. العنصر الالتهابي ما فصلنا فيه، لكن هو من العناصر، في عدة موجودات تدعم وجود الأرضية المناعية لالتهاب الكولون القرحي. من الشغلات الكثير بتهمنا بالتهاب الكولون القرحي هي تطور المرض، خاصة في المراحل المزمنة، وحدوث خطر تطور الأدينوكارسينوما. طبعا العامل بتزيد نسبة تطور أدينوكارسينوما هي المدة، مثل ما ملاحظين كل ما زادت المدة كل ما زاد احتمال تطور أدينوكارسينوما. الإصابة الممتدة كل ما كانت الإصابة أكثر امتدادا كل ما كان هنالك احتمال لتطور أو لحدوث ديسبليجيا لاحقا أدينوكارسينوما. شدة الالتهاب، المريض دائما عنده حالة مرض فعال أكتيف، غير المريض اللي دائما او معظم وقته بحاله هجوم. نحن امتى بنعمل سيرفيلانس؟ امتى بنبلش نعمل سيرفيلانس؟ يعني بنحط المريض على جدول للتنظير الدوري مشان تحري وجود الاهبه او التاهب للادينوكارسينوما. في حال المريض اللي كان عنده بانكولايتس يعني التهاب كولونات كامل، عاده بعد 7 ل 8 سنوات بنبلش بإجراء تنظير كل واحد ل 2 سنة. أما المريض اللي كان عنده إصابة محدودة يعني بالبروكتايتس أو الليفتسايد كولايتس، عادة نستنى بين 10 ل 15 سنة لنبلش بالسيرفيلانس بالتحري عن وجود الأدنوكارسينوما. شو بنتحرى؟ بنتحرى بالخزعة، ناخذ عادة خزعة من مناطق مختلفة بالكورونات، عادة كل 10 ل 30 سنتي بناخذ خزع ب او بكل منطقه من الكورونات، بناخذ خزع ببطل مستقله بعبوه مستقله، يعني من السيجمويد لحال، من القسم الاعلى من الليفت سايد لحال، من القسم الادنى من الليفت سايد لحال، ترانسفيرس من اسمه لمناطق بناخذ منه خزع مختلفه، مشان اذا لاحظنا وجود ديسبليجيا نعرف نحن وين هالديسبليجيا تبعتنا. طبعا اي منطقه مشتبهه لاحظنا ارتفاع بالغشاء المخاطي، وجدنا منطقة متقرحة بشكل على أرضية سليمة كل الكولون سليم إلا هالمنطقة صارت متقرحة،
اي شيء ما انه سليم شفنا منظره العياني كما بناخذ منه خزان. طبعا في حال وجود دسبليجيا هذا المريض يعني صار في عنده حسب درجة الدسبليجيا إذا كانت خفيفة ولا شديدة تطور الأدنوكارسينوما. بالدسبليجيا البسيطة ممكن 10% يتطور لاحقا أدنوكارسينوما، بالدسبليجيا إذا كان هاي جريد دسبليجيا 50% منه راح يتطوروا لاحقا أدنوكارسينوما. فهون الحال هو استئصال الكولونات. شو ممكن نشوف اختلاطات للداء المعوي الالتهابي؟ ونحن هلا حاليا بنحكي على كرون، حتى لكل الداء المعوي الالتهابي ممكن الحدثية الالتهابية المزمنة التهاب وتليف وتندب تؤدي إلى التضيقات. البرفوريشن أو الانسخاب عادة في الحالات السمنية الشديدة خاصة بالتوكسيك ميجا كولون. النزف هو شيء شائع جدا بالتهاب الكولون القرحي بالفليرز أو المرض الشديد الغير مسيطر عليه. الكانسر بعد سنوات طويلة من الفعالية ممكن نشوفه. طبعا الفيستولا ما أنا مذكورة في سلايد لأنه هون سلايد عن اليو سي بشكل أساسي. الفيستولا أو النواسير نشوفها عادة أو تقريبا almost always بالكرون، نادر جدا لا تكون موجودة بالتهاب الكولون القرحي. العلاج، العلاج بيعتمد على عدة نواحي: تغيير نمط الحياة، الغذاء والحمية، العلاج الدوائي، وآخر طب الجراحة. طبعا التدخين لازم المريض ما هو بالأصل ما يكون مدخن، لكن إذا المريض مدخن عادة ما بنقول له سموك، ما بنقول له عفوا ستوب سموكينج، لأنه ممكن ندخله بفلير. هذا الكلام بالنسبة لالتهاب الكولون القرحي، أما بكون لا بنشجعه على إيقاف التدخين. الرياضة، تخفيف الستريس، لأنه الستريس أو وجدوا أنه التوتر الستريس القلق أحيانا ممكن تزيد فعالية المرض أو حتى ممكن تدخل المريض بفليرز. شو هي أهداف العلاج؟ نحن شو هي الخطة تبعيتنا؟ عفوا شو هي الجولز؟ شو هي الأهداف اللي بدنا نحققها بعلاجنا لمريضنا؟ أول شيء طبعا بعد ما نتأكد من، تفضل في سؤال؟ في سؤال زملاء؟ تمام. نحن بدنا نحدث الهجوع أول شيء. نحن المريض عندنا في عنده أعراض مزعجة، إسهالات، أحيانا نزف، الزحير، بدنا نحقق الهجوع لهالمرض. طبعا الهجوع بده يكون عادة سريري وتنظيري، تمام. بدنا نحقق استمرار الهجوع المينتنانس لهالهجوع اللي مكنا. في حدا شباب مشغل المايك؟ بدنا نحاول نبعد مريضنا قدر المستطاع عن الجراحة وتجنب الاختلاطات المختلفة للمرض. طبعا نحن العلاج بيعتمد على عدة نواحي. توجيهنا للعلاج يا زملاء، إذا حدا مشغل المايك. زملائنا الأعزاء، تمام. نحن خطتنا بالعلاج بتعتمد على عدة نواحي، منها امتداد المرض اللي مثل ما في السلايد أثناء تقسيمنا للمرض، إنه هل هو يمتد للمستقيم فقط أو السين والمستقيم أو الليفت سايد كله أو البانكولايتس. شيء تاني على شدة المرض. نحن بنقسم مرضنا إلى خفيف، متوسط، شديد، أو أحيانا صاعق حسب التظاهرات السريرية والمخبرية المختلفة. إذا عدد مرات الخروج قليل، ما في دم، ما في أعراض جهازية مثل ترفع حراري أو تسرع نبض، الخضاب جيد، سيرة الصفو طبيعية، الألبومين لازم يكون في ألبومين في السلايد، الألبومين طبيعي، فنحن بمرحلة سريرية، مرحلة سريرية مايلد يعني ما في طفيفة. أما إذا كان عدد مرات الخروج أكثر من 6، الدم بشكل متكرر، في أعراض جهازية مثل ترفع حراري، تسرع بالنبض،
في موجودات مخبرية مهمة مثل الخبوط في أرقام الخضاب، ارتفاع بسرعة الصفر أكثر من 30، أو نقص الألبومين أقل من 3، فهذا المريض عادة نسميه داء شديد، يعني المريض عنده فعالية عالية في المرض، وفيه يكون بالتنظير حدثية التهابية مهمة. بين هالمرحلتين يكون المريض مايلد. شديد أو الفولمونانت اللي بنشوفه بالتهاب الكورون التوكسيك ميجا كولون، بكون عادة عدد مرات الخروج بالبداية يكون كتير كبير، لكن لاحقا بيصير توقف خروج، بيصير تطبل بالبطن، توسع شديد، الأعراض الجهازية بتكون لسه أشد من السابق، تسرع النبض، الحرارة، هبوط الضغط، هذا طبعا حالة إسعافية جراحية. يعني العلاج المحافظ هون دوره فقط لفترة بسيطة، والجراح بيكون داخل معنا على الخط لأنه بأي لحظة ممكن يتدخل. بالداء البسيط وخاصة اللي بيكون ما له ممتد لمسافات منيحة بالكولون، العلاج الأساسي هو العلاج الموضعي. تمام، ممكن نعطي تحاميل أو فوم بنسميه رغوة، أو إنيماز، رحضات من مركبات الأمينو ساليسيليت، مركبات الفايف آزا، وعادة بتكون كافية حسب المنطقة المصابة. نحن إذا كان الإصابة عادة بس بالمستقيم، فعادة التحاميل السبزوتوريز تكون كافية لإحداث الاستجابة المطلوبة. التحاميل بتأثر عادة 8 إلى 10 سنتي واللي هي تقريبا المستقيم. إذا كانت الإصابة ممتدة أكثر، ممكن نعطي الإنيماز، الرحضات أو الفوم، ممكن توصل تأثيرها حتى الزاوية الطحالية، لكن عادة إذا كانت الإصابة ممتدة أكثر من المستقيم بنشارك العلاج الفموي مع العلاج الموضعي، يعني نعطي 2 سوا، نعطي مركبات الفايف آزا أمينو ساليسيليت الموضعية والجهازية بنفس الوقت. بالداء الشديد أو إذا ما قدرنا نحصل على الهجوع على الريميشن بالعلاج الموضعي والعلاج الفموي بالفايف آزا مركبات الأمينو ساليسيليت، مثل ما قلنا إذا كان المرض شديد أو إذا ما قدرنا نحصل على الهجوع بوقت سريع، فهون ممكن نعطي الاسترويدات الجهازية، نعطيها لفترة عادة 2 لـ 4 أسابيع، وبعدين نخفضها بشكل تدريجي ونسحبها. في حال عدم الاستجابة، في عنا المثبطات المناعة المختلفة مثل الميثوتريكسات داء كرون أو الأزافيبرين بكرون أو بالقرحي، لازم يكونوا موجودين هذا السلايد، ليش ما موجودين؟ ما في مشكلة، مزكرون. في عنا مركبات الستة مركبة بيورين أو الأزافيبرين أو الميثوتريكسات في داء كرون. الأجيال الحديثة أو العلاجات الحديثة صارت حاليا عم تعطي فعالية أكثر ونتائج أفضل، لكن للأسف كلفتها كثير عليه، الانفليكسيماب أو مركبات الأنتي تي إن إف ألفا. أقدم هو الانفليكسيماب، صار في أجيال أحدث منه، الأداليموماب والسيرتليزوماب والجوليموماب، هي بنسميها مضادات العامل المنخر الورمي. بالداء الشديد بالفليرز بنعطي الاسترويدات الجهازية، طبعا بنصلح التجفاف، الاضطرابات الشاردية، ممكن نعطي الصادات الجهازية بالداء الشديد. طبعا بالمراحل العادية ما في أي دور للصادات، لا الميترونيدازول ولا السيبروفلوكساسين، هذا الكلام صار قديم، ما في أي دور للصادات الجهازية ولا الفموية ولا للميترونيدازول. ممكن بالمرض الشديد اللي ما استجاب على الاسترويدات الجهازية نعطي الانفليكسيماب أو حتى سايكلوسبورين وريديا لفترة بسيطة لبين ما نحدث الهجوم. إن مركبات الأمينو ساليسيلات أو الفايف آز ايجنتس
شو هن هالمركبات؟ وهن انتي انفلاماتوري، يعني تاثيرهم هو مضاد للالتهاب. اقدمهم هو السلفاسالازين اللي هو نفسه الفايف امينو ساليسيليت مع السلفابريدين، جذر السلفان اللي بالكورونات تنشطر الرابطة بيناتهم، تعطينا الشيء الفعال بيفيدنا بالداء المعوي الالتهابي أو حاليا بالكرون، عفوا بالقرح فقط. بكرون ما عاد له أي فائدة تذكر، وكان سابقا يعني يذكر أنه فائدته طفيفة، لكن الدراسات الحديثة كلها بتقول مركبات الفايف آزا ومركبات السلفازين ما لها أي فعالية بداء كرون، فعاليتها فقط في التهاب الكولون القرحي. طبعا التأثيرات الجانبية لمركبات السلفا مهمة معروفة من قبلكم، تحسس وعوز فولات، في له عدة تأثيرات جانبية. لذلك نحن إذا أعطينا الشيء الفعال هو الفايف أمينو ساليسيليت أو الميسالازين أو الميسالامين ممكن نفسه، فهو بنتجنب التأثيرات الجانبية لجذر السلفا. في له عدة أسماء تجارية حسب الشركات المنتجة، الأزاكول اللي هو نفسه عندنا الميزاكول أو البنتازا، في عندنا عدة أصناف. طبعا تختلف بالتحرر من على طول السبيل الهضمي، ممكن بعضها يتحرر بنهاية الأمعاء أو تتحرر بالكولونات. في عندنا البالسلازيد أو الأولسلازين اللي هو عبارة عن جذرين فايف أزا مع بعضهم، ما في أرجحية لمركب على الثاني، كلهم نفس الشيء. هذا حكيناه بسلايد سابق، انه بالكولونات شو كل شكل ممكن يفيدنا، مثل ما قلنا التحاميل بتفيدنا عادة بس بالتهاب المستقيم، ممكن بالليفت سايد كولايتس نستفيد من الانماز او الفوم، باقي الكولونات راح نستفيد فقط من الاشكال الفموية. شو هي التأثيرات الجانبية لمركبات الفايف آزا؟ طبعا إذا كان السلفا السلازين راح نشوف أعراض أكثر بسبب جذر السلفا، من صداع، إقياء، طفح جلدي، عوز فولات، نقص عكوز في النطاف، في تعداد النطاف، التهاب بنكرياس، تثبيط نقوي. طبعا هي ما لها تأثيرات شائعة بصراحة، الأشياء هو التأثيرات التحسسية والهضمية وعوز فولات. بالميسالازين أو الميسالامين التأثيرات الجانبية أقل وتحمله جيد جدا عند المرضى. طبعا تستخدم مركبات الفايف آزا بالإحداث الهجعة بالهجوع يعني وبالمينتنانس، يعني نستخدمها بالحالتين، وهي إلى دور بالوقاية من الأدينوكارسينوما بالكولونات. تأثيرات الجانبية حكيناها بالسلايد السابق. بالنسبة للستيرويدات، استيرويدات جهازية عادة استخدامها بيكون هو للمرض الشديد أو المرض الصاعق، أو في حال صار تأخر بالاستجابة، نحن أعطينا مركبات فايف آزا والمريض صار عنده تأخر منيح بالاستجابة، يعني عادة أكثر من شهر ممكن نضيفها لبين ما تحدث استجابة وبعدين نرجع نسحبها. طبعا السحب السريع ممكن يؤدي إلى فلير أو يرجع يصير نقص، يعني ما بنسحبها قبل شهر. في عنا البودوزونايد، هذا استيرويد صنعي امتصاصه الهضمي قليل وبيعطي فعالية أكثر من غيره، للأسف غير متوفر عنا. اسمه العالمي انتوكورت، جرعته 6 إلى 9 ملي جرام. له دور حاليا يعني عالميا يستخدم بشكل أساسي في إحداث الهجعة أو الهجوع، وتأثيراته الجهازية بتكون أقل من غيره لأنه امتصاصه الهضمي ما نو كثير يعني أو قليل بالأصح. بالأشكال الشديدة أو حتى الفولمينانت نستخدم الأشكال الوريدية، الهيدروكورتيزون او الميثيلبرednisolone. هيدروكورتيزون بنستخدمه بجرعه 200 ل 400 ملغ بالشكل الفولمينانت، ممكن نوصل ل 400 ملغ باليوم. ميثيلبرednisolone من 60
رفع يا شباب عملوا لنا ميوت ذكاتكم. الميثيل بالنسبة استخدم 0.60 ل 120 ملي جرام، طبعا هذا كلاته بالأشكال الشديدة أو الفيولمينانت. التأثيرات الجانبية للاستيرويدات معروفة من قبلكم. هلا بالنسبة للصادات، مثل ما قلنا زملاء، ما في لها أي دور بالمرض بالداء المعوي الالتهابي، لا بإحداث الهجوع ولا بالمنتناس. سابقا من 10 سنوات او اكثر كان ينقال انه السيبروفلوكساسين والفلاجيل لهم دور في كروم بشكل اساسي، لكن حاليا ما لها اي دور اطلاقا. نحن ايمتى ممكن نستخدمه؟ في حاله وجود خراج او فيستولا، نحن عم نعالج الخراج او الخراج، وحتى الفيستولا ما لها كثير دور. يذكر اذا الفيستولا ادت له تشكل الخراج، عم نعالج الخراج بالميترونيدازول. الفيستولا لازم طبعا، الفيستولا ما بتستفيد على مركبات الأذى، ما بتعطي نتيجة فيها. الفيستولا بنعطي مثبطات المناعة فورا، الأزاثيوبرين أو الميثوتريكسات، والأفضل هو مركبات الأنتي تي إن إف لعلاج الفيستولا، وممكن تكون جراحة هي الخيار. طبعا دائما الجراحة بداء كرون هي الخيار الأخير، يعني لأنه أي تداخل جراحي ممكن يؤدي لفيستولا إضافية. فنحن إذا ما صار ضرورة قصوى لأي تداخل جراحي بداء كرون، لا نتداخل جراحيا. العلاج المثبط المناعة، ثايوبيرينز مثل نستخدمه مثبطات المناعة. ثايوبيرينز مين بيقول لنا شو مثل شو؟ تمام. الأزاثيوبرين، 6-مركبتوبرين، ميثوتروكسات، سايكلوسبورين. آلية التأثير، إكزانتين أوكسيداز ما حكيت فيها كثير صراحة، ما بتهمنا كثير. يعني دراسات لاحظت فائدة الـ6-مركبتوبرين أو البروكوزر تبعه، السليب تبعه الأزاثيوبرين، بشكل واضح في تخفيف الحاجة للاستيرويدات. عادة بداء كرون بنبلش فيها فورا، التهاب كرون قرحي إذا ما قدرنا ننزل جرعة الاستيرويدات فبنبلش فيها مشان نحاول نخفف جرعة الاستيرويد أو نقدر نتخلص من الاستيرويدات. شو أهم التأثيرات الجانبية للأزاثيوبرين اللي هو أكثر مثبط مناعة بنستخدمه واللي هو أرخص واحد متوفر بين إيدينا؟ في عندنا تثبيط نقوي، الأزياء الكبدية، التهاب بنكرياس، عدم تحمل الدواء من تعب، أعراض تشبه الفلو، إقياء، غثيان، تحسس، زيادة الإنتانات المختلفة، وبعض الإنتانات الانتهازية مثل السي إن في والإبشتنبار. الإبشتنبار يعني لا يوصل ضمن الإنتانات الانتهازية، لكن يعني بزيد نسبته وبزيد نسبة الليمفومات. كمان ميثوتريكسات، مثل ما انه هو احد الادويه المستخدمه في داء كرون في حال المريض ما تحمل الازاثيوبرين، جرعته 25 ملغ عضليا لمده 16 اسبوع. نسبه حدوث الهجوع هي تقريبا 40% مقارنه ب 20% بالبلاسيبو. جرعة هاي الاندكشن، يعني جرعة الهجومية أو جرعة هجومية لإحداث الهجوم. الجرعة الصيانة أو المينتنانس هي 15 ميلي جرام كمان عضلي بالأسبوع، وتقريبا 2/3 المرضى بصير عندهم هجوع بالاعتماد على الميثوتريكسات. التأثيرات الجانبية للميثوتروكسات، غثيان، تعب، الأزياء الكبدية للأسف شائعة، تعتمد على الجرعة. نحن عادة بعد جرعة 3 جرام من الميثوتروكسات لازم نوقفه، يعني أكثر من 3 جرام ميثوتروكسات تصير في خطورة كبدية. طبعا كمان تليف، مشاكل تليفية بالكبد أو حتى تليف رئة،
التهاب الرئة الخلالي، تثبيط نقوي، تفاعلات تحسسية. طبعا هو الميتوتركسات مشوه للأجنة. كمان زيادة نسبة الليمفوما مثل الأذى في أوبرين. أخيرا مركبات العامل المضادة للعامل المنخر الورمي الأنتي تي إن إف ألفا، أقدم الإنفليكسيماب الاسم التجاري رينيكيد، هو ماوس كيميريك يعني نصف صنعي معتمد على بروتين فأري، لذلك تفاعلاته التحسسية بتكون أشياء من غيره. جرعته هي البدئية 5 مللي جرام على الكيلوغرام، بحال عدم حدوث الهجوم ممكن نوصل للعشرة مللي جرام على الكيلوغرام. بنبلش بالجرعة بعد أسبوعين، تاني جرعة 6 أسابيع، بعدين كل من أسابيع، والعلاج عادة لمدة سنة. الأجيال الأحدث صارت هي أجيال بشرية، تمام، فخفت تأثيراتها الجانبية، أو خاصة التأثيرات التحسسية. عندنا الأدليموماب أو الهيوميرا، جرعته هي 40 مللي جرام كل أسبوعين تحت الجلد بنعطى. طبعا الريميكيد أو الإنفليكسيماب بنعطى تسريب وريدي خلال 2 لـ4 ساعات. في أدوية تانية صار عندنا أجيال أحداث، السيرتيليزوماب والجوليموماب، ما متوفرين بين إيدينا حاليا. حاليا ممكن الأدليموماب بتوفر والإنفليكسيماب بشكل أقل. فعاليتهم هي تعتبر ممتازة جدا. شو الفائدة اللي نحصل عليها؟ نقدر إنه عادة نتخلى عن الاستيرويدات بالعلاج. المريض عادة بتتحسن حياتهم بشكل كثير كبير، بتحسن الاستشفاء، نحسن الحركة للجراحة، والموجودات التنظيرية بنلاقيها أفضل بكثير مع مركبات الـ TNF ألفا. شو هي مشاكل الـ TNF ألفا؟ طبعا قبل ما نعطي الـ TNF ألفا لازم نتأكد أنه ما في أي إنتان فعال، ما في تي بي كامن يعني نعمل اختبار تيبركولين، ما في التهاب كبد بي كامن، متحرر وجود التهاب كبد بي، بنعمل الضاد الكور حتى اذا بدنا نعطي ما بس ال اتش بي اس انتيجين، نتحرى وجود الانتي اتش بي كور قبل ما نعطي الانتي تي ان اف الفا عشان ما نعمل تفعيل لهالامراض. اذا مضطرين ممكن نعطي علاج بال يعني مريض عنده التهاب كبد بي مضطرين نعطي انتي تي ان اف الفا، فهذا مضطر نعطي علاج فموي مرافق، نعطي نيوكليوزايد او نيوكليوتايد انالوجز يعني التينوفوفير او الانتيكافير بشكل مرافق للعلاج مشان ما نحدث رياكتيفيشن او اعاده تفعيل التهاب كبد بي. للتي بي ممكن في توصيات ما يعني حافظه حاليا، لكن اذا اضطرينا كثير بظن حنعطي الايزونيازيد معه اذا حدا عنده معلومه. ننتبه ما يكون في اي انتان فعال اثناء اعطاء الانتي تي ان اف الفا. من تأثيراته الجانبية هي حدوث إنتانات، ممكن كمان حدوث الليمفومات، زوال نخاعين يعني ما يشبه الـ MS، هزية كبدية، كمان ذئبة دوائية drug induced lobus. طبعا شيء نادر ما كتير شائع. هاي يعني التأثيرات الأشعة المدروسة على الانفليكسيماب باعتباره أقدم دواء أكثر من دراسة، ممكن تصير مثل ما قلنا إنتانات ذات رئة، خراجات، التهابات بالجلد، سيبس، تفعيل داء المنطقة أو تفعيل السل. يعني هي النسبة ما كتير كبيرة، بس لازم نتحرى أن وجود تي بي قبل ما، أو تي بي كامن قبل ما نعطي أي من مركبات العامل مضادات العامل المنخر. شو هي استطبابات الجراحة بالتهاب القولون القرحي؟ التهاب القولون الصاعق، الداء الصاعق، طبعا نحن نعطي فرصة للعلاج محافظ 24 ل 48 ساعة فقط، وبننتبه إنه للفحص الدوري للبطن خلال كل 3 لـ4 ساعات،
نعمل الأشعة بشكل متكرر لنتأكد إنه ما صار انسقاب. في حال كانت الحالة طبعا سيئة جدا، الجراح يطلب للاستشارة وبكون متابع المريض بشكل متكرر، لأنه في حال حدث انسقاب للقولون المتوسع والمتنخر فنسبة الوفيات مرتفعة جدا جدا. العلاج هو مثل ما قلنا بالاستيرويدات الجهازية جرعة عالية، طبعا إصلاح الاضطرابات الشاردية والإماهة الجيدة، التغطية بالصادات. في حال لاحظنا خلال 24 ل 48 ساعة بدء حدوث هجوع ممكن كمل علاج محافظ. ما صار هجوع وظلت الأعراض شديدة، البطن متطبل، الحالة العامة سيئة، فالعلاج جراحة. الداء الشديد المستمر اللي ما عم بتحسن، يعني المريض أعطيناه كل خياراتنا العلاجية، أعطينا مركبات الفايف أزا، أعطينا السترويدات، أعطينا الأنتي تي إن إف، مشاركات دوائية، ما صار هجوع. المريض دائما عنده عدد كبير من مرات الخروج، كل نهار ممكن يخرج 10 15 مرة، فئر دم على طول بسبب النزف المتكرر. حياة المريض صارت يعني صعبة، فهذا استطباب للجراحة. كمان المريض موضوع على استيرويدات بجرعة عالية وما عم نقدر نخفف الجرعة، مجرد ما نخفف الجرعة بصير عنده فلير، فهذا راح ندخل يعني التأثيرات الجانبية للجرعة العالية من الاستيرويدات هي أسوأ من استئصال الكولونات، فهون الحل بيكون بالجراحة. إذا لاحظنا أثناء السيرفلانس وجود عصر التصنع، فهون الحل هو الجراحة. النزف الشديد كمان، إذا ما يصير عنده نزف شديد ما قدرنا نسيطر عليه، ممكن يكون الحل بالجراحة. هلا الجراحة هي عادة استئصال كورونات كامل، تمام، ونهاية اليوم بنشكلها على شكل باوش، اليو انال باوش، بحيث تشكل مثل خزان تدريجيا المريض يخف عدد مرات الخروج عنده. أول فترة المريض بعد استئصال الكورونات راح يعاني إنه من خروج متكرر، ممكن يخرج باليوم 6 ل 10 مرات، لكن تدريجيا الخزان بتوسع وبعمل ما يشبه السين والمستقيم لتخفيف عدد مرات الخروج. ما هذا كثير بالأمور الجراحية ما بتمنع. وشكرا لإصغائكم. أي سؤال زملاء؟ الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك. حكيم بس موضوع هيدروكورتيزون، أحيانا أنا بيجي علينا على المشفى عم نعطيه هيدروكورتيزون من حلة فيال وعم نعطيه حقنة شرجية. هلا بصراحة الستيرويدات الموضعية هي في عنا البوتوزينات الموضعي، وفي عنا هو الأفضل يعني عالميا في بوتوزينات موضعي على شكل تحاميل أو على شكل فوم أو على شكل إنيماس، لكن ونحن هيك عم نعمل أحيانا للالتهاب المستقيم بشكل أساسي. المريض يكون عنده أعراض مزعجة، زحير، كبس، عم نجرب الهيدروكورتيزون الموضعي وعم بيعطي نتائج مقبولة نوعا ما، عم بيقول المرضى انه عم تحسن، اما هو ما مذكور بالكتب انه نحل الهيدروكورتيزون نعطي، لكن الافضل هو البيدوزونايد الموضعي. اذا توفر عندك بيدوزونايد موضعي حسب امتداد الافة، مثل ما قلنا اذا بالمستقيم عادة التحاميل بتكون كافية، اذا اكثر يعني وصلت للسين او ل زاوية حالية حتى ممكن نستفيد من الانيماز يعني الرحضات او من الفوم. فوم هي رغوه، يعني تكون رحضه على شكل رغوه بتعمل مثل تغليف داخلي للكولونات. المريض عاده بنخليه يضطجع على جنبه الايسر وبيفرغ الحقنه وبيحاول يعني يحبس السائل قدر المستطاع لاطول فتره. طبعا بيضل على طرفه الايسر، ممكن يقلب على ظهره، ممكن على طرفه اليمين، بحيث انه السائل تبع الرحضه او الحقنه يصير على تماس مع الغشاء المخاطي للسين للطرف الأيسر من الكورونات. تنعمل عادة مرتين باليوم هاي الحقن، أو مرة على الأقل مساء، بحيث يعني تعطي فائدة إضافية للعلاج الفموي. طبعا إذا الآفة تجاوزت المستقيم نحن عادة بنشارك علاج فموي وموضعي، تمام.